من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآن في منطقة كاتولي في ملاوي بنينا هذا المسجد المسجد هذا المتبرع هو كلثوم بن كلثوم تبرعات من دولة قطر بواسطة دكتور مازن الهاجر والداعية فاطمة العري نشكر الإخوة المتبرعين من دولة قطر على هذه التبرعات بنينا هذا المسجد وكما ترون الناس يفرحون اليوم نفتتح هذا المسجد وقد فرشنا المسجد بفراش ممتاز في المسجد وكمان إن شاء الله سنحفر الحمامات وكمان إن شاء الله نحفر البئر في المستقبل إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارككم في أموالكم وفي إخوانكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من ذا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا من ذا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا أمتي أدعوك فاستنهضي همما من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الله أكبر الله أكبر داعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا